اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي معاد فقرتنا الرياضيه، والبدايه بالتاكيد مع بيج رامي. من حوالي 3 ساعات فاز المصري ممدوح السباعي المعروف ببيج رامي بلقب مستر اولمبيا بنسخه عام 2021 للعام الثاني على التوالي، واللي كان بينافس على اللقب مع اللاعب الايراني هادي تشوبان والامريكي براندن كيري. طبعا بيج رامي فاز بالبطولة السنة اللي فاتت كأول مصري وإفريقي وعربي يفوز بالبطولة دي. فاز الزمالك على نظيره الوحدة السعودي بنتيجة 42-22 ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من المرحلة الترتيبية للمراكز من الخامس للعاشر وبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد. الفوز ده رفع رصيد الزمالك 4 نقط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وبكده اتفوق الزمالك على الدحيل متصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس على العالم والدحيل في المركز السادس. لعيبة سلة الأهلي استلموا جوائز الأفضل في مختلف المراكز خلال مراسم تتويجهم بلقب البطولة العربية بعد تغلبهم على فريق الكويت بنتيجة 78-66. إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي حصل على جائزة أحسن لاعب البطولة وجائزة أحسن جناح، وأحمد أبو العالة فتوج بجائزة أفضل لاعب ارتكاز. بعثة منتخب مصر وصلت ليبيا على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة المنتخب الليبي الساعة 9 بالليل بكرة في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022. الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم احتفلت بهدف عمر مرموش لاعب المنتخب المصري ونادي شتوتغارت الألماني اللي سجله في شباك منتخب ليبيا ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. الصفحة نشرت فيديو للهدف وعلقت وقالت: في مباراته الأولى سجل الهدف الأول عمر مرموش بضربة قوية جعل مصر تتصدر مجموعتهم. نادي الأهلي السعودي أعلن تعاقده رسميا مع اللاعب التونسي حمدي نجاز لنهاية الموسم في صفقة انتقال حر. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد انفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي في تاريخ أوروبا بعد ما سجل ظهوره مع منتخب بلاده في مواجهة نظيره القطري في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022. لاعب خط الوسط الإيطالي ونادي تشيلسي الإنجليزي جورجينيو قال أنه بيحلم بالفوز بالكرة الذهبية 2021 بعد لما جه اسمه في قائمة المرشحين، وقال كمان أن منتخب إيطاليا عايز العودة للانتصارات مرة تانية بعد الهزيمة أمام أسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. المنتخب الغاني أنعش آماله في التأهل للمرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد ما فاز على منتخب زيمبابوي بنتيجة 3-1 خلال المباراة اللي جمعت المنتخبين على ملعب كيب كوست.